استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أثناء زيارة جلالته لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 في قاعدة الصخير الجوية أعضاء اللجنة العسكرية المنظمة للمعرض برئاسة اللواء الركن طيار محمد بحسين المسلم قائد قاعدة الصخير الجوية، وذلك للسلام على جلالته. وقد هنأ جلالة العاهل المفدى أعضاء اللجنة العسكرية على النجاح الباهر الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران هذا العام، معربا عن شكره وتقديره لهم على التنظيم المتميز والإعداد المتقن لفعاليات المعرض وتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات للمشاركين فيه. وأشاد جلالته بكل الجهود التي ساهمت في إنجاح المعرض وحافظت على إظهاره بمستواه المشرف المعهود الذي تميز به منذ بداية انطلاقته، والتي تعكس حرص أبناء البحرين على البناء على ما حققوه من إنجازات وسعيهم المستمر نحو تحقيق المزيد منها. كما نوه جلالة الملك المفدى بالمشاركة الواسعة لمختلف الدول الشقيقة والصديقة وكبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال الطيران المدني والعسكري، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح في المعارض القادمة. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أثناء زيارة جلالته لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 في قاعدة الصخير الجوية فريق فرسان الإمارات التابع للقوات الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والطياري العرض الفردي بطائرات الميراج والإف 16 الإماراتية، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة مشاركتهم في المعرض. وقد رحب صاحب الجلالة بالنخبة المتميزة من صقور الجو بدولة الإمارات، وأشاد بمشاركتهم المتواصلة في معرض البحرين الدولي للطيران منذ بداية انطلاقته، مؤكدا جلالته أن هذه المشاركة تأتي ضمن العلاقات الأخوية الراسخة والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأثنى جلالته على العروض الجوية المتنوعة التي قدمها فرسان الإمارات والتي حازت على إعجاب وإشادة جميع الحضور وزوار المعرض، حيث عكست ما يتمتعون به من مستويات عالية في الكفاءة والدقة والمهارة، متمنيا جلالته لهم كل التوفيق والسداد في مشاركاتهم المستقبلية. وبهذه المناسبة عبر فرسان الإمارات عن سعادتهم بلقاء جلالة الملك المفدى وبالمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران، والتي تعكس ما تكنه دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا من حب وتقدير ودعم ومساندة لمملكة البحرين وشعبها الكريم بقيادة جلالة الملك المفدى، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة عزها ورخاءها.